كم بدنا نعمل هالدكتور هالورق؟ انا زبطتهم كلهم بكبار واحدة. ممتاز. ولك اكرم، معقول تعمل هيك شيء رائع لهالدرجة؟ يلي عملته يعني عن جد رائع. لك شو طلعوا حلوين الاقلام لاوقات بعضهم. ايه اكرم، اذا جاهز منبلش. معقول ما اكون جاهز؟ ايه جاهز طبعا، وكتير متحمس كمان. بما انه اول يوم منبلش بشغلات بسيطة. اوكي حلو كتير. سيك هاي مسكت، وبعدين هدول بتعملهم تقارير، وقبل ما تنعطى للزباين لازم تتدقق في ملفات. رح توصلك بعد شوي، رح تعمل لها تقارير ولازم تخلصهم بكره. واذا بدك تتاكد من كم شغله في عندك ملف ستاندر. ايه تمام فهمت عليكي. ماشي. متاكد انه رح تخلصهم تحت كل هذا الضغط؟ ايه اكيد. شو هالشغله؟ هي شغله كتير بسيطه بالنسبه لمواهبي. ما يهمك، خلاص انا رح اخلصهم كلياتهم وبخبرك فورا. ما يهمك، كوني مطمنه. ايه حلو، بالتوفيق لك. شكرا، كلك ذوق، يعطيك العافيه. ايوه حبيبي ناقصني. شو اعمل هلا؟ وهذا يعني كأنه خلاص، شو بده اكثر من هيك؟ لنشوف هاد شو قصته كمان. ايه يا عمري حبيبي، شو عم تعمل؟ شلون الشغل باول يوم؟ يعني كيف بده يكون؟ كتير ممتاز، انا عم بشتغل اللي علي وكله تمام. ايه كتير حلو. ليك ما لازم تتقلع من هنيك ايكو. لا الله يسامحك، شو اتقلع ما اتقلع، ممتاز الوضع يعني كله تمام. بعدين كمان مشان المساء لازم يكون الوضع تمام. تعرفي جوزك شو عمل؟ دورت بمواقع الانترنت ولقيت مشاننا فندق لطيف وظريف كتير، وفي تنزيلات كتير حلوة، شي بيعجبك. مشان هيك عملي حسابك انه المساء عنا مشوار حلو كتير. ليش الفندق؟ نحن ما معنا مصاري كل هالقد. يا حبيبتي عمل لك في تنزيلات، ما تاكلي هم شي، يعني عليه حسم رخيص كتير ومناسب إلنا. بترجاكي انت لا تاكلي هم. يعني عم تقول شهر عسل، المسا حنكون لحالنا. ايه اكيد المسا لازم نكون لحالنا طبعا. يلا انا هلا لسه عندي شغلات كتير بدي ساويها، فلا تشغليني اكتر من هيك. يلا بشوفك. يلا باي باي يا عمري، باي. اخي وهي جبت لك الكمبيوتر. ها يا عيني عليك. لك كان ايه لسه بدك شيء؟ بدك مساعدة؟ مساعدة يعني؟ لا يا روحي، انا اصلا هون لحتى ساعدكم لكم، شو بدك تساعدني انت؟ اخي شو هاد؟ هذا شغلة كبيرة كتير، هذا شيء بيجيب مصاري أكتر من الذهب، بس لو تزبط معي هالشغلة. يعني أنت بتفهم هالشغلة؟ أنا؟ لك أنا الفهم، اعتبر أني معلم بهالقصة. مين اللي معلم؟ أنا طبعاً. مين بيعرف يشتغل أحسن مني بالبلد كله؟ أنت عم تكسب منا مصاري يعني؟ شو هاد؟ أكسب مصاري؟ لك يا ابني خليني لكم شغلة، أنا شطارتي بهذا الشغل هي ميزة إضافية، بس أنا بالأساس هذا أكتر شيء مهم عندي. بالله عن جد؟ لك شغلة مربحة والله. يلا ما في شيء، بس عملنا ميتينج تعارف أنا والشباب هون، يعني تعرفنا على بعضنا. ميتينج قلت لي؟ ايه وكان مسمر. انت وهالشلة؟ ايه نعم فعلا، وكانوا الشباب كلهم مناح كتير الفكرة. شرف أكرم. ايه بشرف، حلو ممتاز، مو ناقصه شيء. يعني بما انك بتقرب مروان بيك فرح نشتغل هون هالفتره. يعني والله ما في داعي تعملي هيك، كنا قاعدين انا والشباب ومبسوطين وما احلانا، ليش هالحركه؟ لا هون كتير منيح، ليك الهواء والهدوء، واهم شيء بتركز وقدراتك بتطلع. ايه ماشي منيح، هون المكان حلو كتير. ايه شو مهمتنا الجديده؟ هات احكي لي شو بدنا نعمل هلا. عنا مهمه خطيره كتير. اه شو هي؟ كتير خاصه. يعني ولا شيء، ما رح تعمل ولا شيء، ريح حالك. ما اعمل ولا شيء؟ ايه ممتاز، انا كثير شاطر بهي القصه. لبين ما يخلص الدوام ما بتطلع من هاي الغرفه ولا بتلتقي مع حدا، وبتترك الكل يشتغل شغله، مفهوم؟ تمام كثير حلو، وافقت والله عجبني، ليش لا. وهلا لما بدك تنفذ هذا ولا شيء ما رح تحتاج الكمبيوتر بهي الغرفه، اعطيني اياه. ماشي طيب، هو كان منيح بس معلش. طيب يلا موفق بشغلك. شكرا يستمو. هلا اني ما اعمل شيء فهذا احسن شغل بالنسبه لي بالدنيا كلها. ممتاز حلو، خليني بلش بالقعدة. هذا أنا. إيه والله أنا. إيه والله أنا عن جد حاطين كاميرا مراقبة، حلو كتير. لك عن جد إنك زلمة موهوب، أنت رائع بطير العقل، يعني بلا ما تكون منيح لهي الدرجة كمان أكرم. معقول الإنسان يكون شاطر لهي الدرجة؟ إيه مو معقول، والله مو معقول. يا حلو أنت. أوبا لنستعد. أوب
والله إنك رائع، ممتاز أنت. يس بطل. أخي؟ أهلين. أنت شو عم بتساوي هون؟ أختي أنا لقيت شغل أحلامي، يعني كأني قاعد بالجنة، الوضع ممتاز هيك ولا أحسن من هيك بالدنيا كلها يا تأ الله وكيلك. أوب. لك أنت شو اللي عم بتساوي هون بالضبط؟ مو لازم تكون ببناء البازار إيكو؟ لك كان في هنيك مسابقة مدري شو. على كل حال خليني أقول لك باختصار شو اللي صار. بعتوني لهون لأنه هداك المكان ما بيناسب مواهبي. تعي لهون. لك أنت بطل. كيف زدت أولا؟ لك أنا عندي مواهب بهالحياة لك أختي. ميلي إيدك، ميلي إيدك، لازم تركزي على المعصم شوي. برافو عليكي، إذا عملتي مثل ما عم قلك بتنجحي. كملي. أوبا صار لازمنا ورقة. ها هات. والله برافو عليك يا أختي. ليكي هيك طلعي كأنك عم تزيد قنبلة. إيه؟ شو عم بتساوي أخي؟ شوفي خليتني ألعب معك، شو هالبياخة هاي؟ إذا هلأ حدا شافني بنفضح. يلا تحرك تحرك أكرم، خلينا نروح على البيت لعند أمك. لا لا أنا مالي رايحة الحارة اليوم. خير ليش بقى؟ أنا لقيت فندق حلو وصغير، رح روح أنا ومرتي نقضي لنا ليلة عسل هنيك. فكرة حلوة مو؟ يعني لازم أخلص من المصيبة اللي اسمها خالة زمرد، ما هيك؟ جننتني بيوم واحد الله وكيلك. لك جننتني نظامي. أخي بتعرف اليوم اللي تزوجت فيه أنا ومروان زمرد ضلت نايمة عنا بالبيت؟ تخيل أنت أكبر غلطة غلطة أنك رحت على هداك البيت. إيه شو بدي أعمل يعني؟ لو ما وافقت على هالشرط ما كنا تجوزنا. أنت بتعرفي حياتي يا قلبي أنت الطيب يقبرني. خليلي هيك يا روحي. طولي بالك استني أنا تعبت وبدي أروح كمان، حاجتي والله الشغل متعب كتير. إيه معك حق تعبت كتير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.